ازيك يا عم الحاج؟ الله يبارك لك يا ابني. عرفنا بنفسك. الفقير الى الله عيد عامر محمد سالم من ميت ابو الثوم تلا منوف، خادم للقران من 95. طب قول لي يا مولانا، بدات تحفيظ القران يعني ايه اللي كان جاب لك الفكره بتاعه تحفيظ القران؟ يعني ده مشوار طويل شويه، دي ببركة دعوة رجل صالح ربنا يجعلها في ميزان حسناته ويقبل من حسابه. دعا لي دعوة واحدة، كان في الوقت ده عندي 43 سنة، كنت لا أحفظ القرآن، فدعا لي دعوة واحدة، كنا بنطلع رحلات حج ومنتصرين، فدعا لي دعوة أن يكون نبتها المدينة من أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا تاني عام ربنا كرمني ورحت الحج سنة 91، ورحت خلاص العهد، طالما إن دعا الدعوة وجات الطلب جه تاني سنة رحت، كان نبتها المدينة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأت من هناك الحفظ؟ لا، نفذت السنة الأول في اللحية. لما رحنا مكة وجينا نطوف بالبيت ربنا يجمعنا، ربنا أخلى لي المكان السنة. اليوم ده كان يوم جمعة وكان زحام رهيب جدا في الكعبة، فسبحان الله وبحمده أخلى لي الحجر الأسعد فوضعت به رأسي ودعوت دعوة واحدة ثابتة لمدة دقيقة ونص: اللهم أعني على حفظ القرآن وأعن من يعني على حفظ القرآن. دقيقة أو نص. بعدها طلع ربنا كرمني، جيت طبيت هنا القرية بعد العودة، لقيت الحلقة منصوبة في المسجد بتعملوا إيه؟ بنحفظ القرآن. ربنا أراد وأعد، كنا عدد كبير، ما بقاش من الحلقة كلها إلا أنا وفضيلة الشيخ شعبان السيسي. لو قلت اتخرج من على ايدك كم طفل من القرية او كم يعني طالب حفظ القرآن؟ مرتبط بالقرية، القرية والقرى المجاورة بيجوا يحفظوا هنا. يعني من هنا كفر زرقان، طوف بلكة، زرقان، كفر متبلكوم، كل ده في بيجي. انتوا ممكن جيتوا لقيتوا هنا نساء كبيرة في السن جايين وبيجتهدوا بعملية الحفظ. طب قول لي انت نفسك في ايه يا حاج؟ الحمد لله حمد الشاكرين أن يجعله الله لي في ميزان حسناتي، بس ولا أبغي سوى ذلك، يجعله ربنا في ميزان حسناتنا، وإن الأولاد الصغيرة دي يعني تقتدي بمشايخهم. نصيحة للنشأ والأطفال. النشأ والأولاد، كل اللي أنا بقوله زي ما تعلمت القرآن من شيخك بلا أجر أبلغه بلا أجر. ما كانش لك مصدر غير كده في رزقك، خد أجر. بس أنا الحمد لله هنا فاتحين كتاديب في البلد كتير، برضو أجر رمزي بدون مبالغة. عرفنا بنفسك. الاسم شعبان السيد قطب السيسي، حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة الأزهر. قول لي حضرتك بدأت تحفيظ القرآن من امتى؟ انا بدأت تحفيظ القرآن من سنة 90، وطبعا كان فيه واحد في البلد شغال في الأزهر اسمه الأستاذ عاصم محفوظ، ده بصراحة قال بدل انتوا حافظين القرآن كده اعمل لكم ايه؟ مكتب تحفيظ قرآن مسجل تبع الأزهر. ورحنا امتحنا وكده، وبدأ العمل في المكتب رسمي من سنة 1995. طب قول لي حضرتك، لو قلنا حضرتك حفظت كام حد من ساعة ما بدأت في تحفيظ القرآن؟ لا ده الأعداد ده كل سنة بنحفظ قد إيه؟ كل سنة بتحفظ كام واحد؟ يعني مثلا كل سنة
بنطلع يجي 15 او 20 طالب حافظين القران. 15 او 20 في السنه؟ في السنه 15 طالب بس. ما على اساس ان انا ببدا معاهم. وطبعا انا والحاج عيد ما سيبناش بعضنا. في